دايما انا اقول لكم جملتين كده، ايه هم المصريين يحبوا ربنا قوي 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 قوي، مش محتاجين تشجيع على الاطلاق، على اداء العباده، على الصلاه، على زياره اهل البيت، على الانشاد، على الابتهال الى اخره. يمكن حتى لو تفتكروا احنا امبارح واحنا قاعدين مع الاستاذ ابراهيم الطبلاوي كنا بنتكلم على انه احلى اصوات قرت القران هي اصوات المصريين. خلونا نرحب بضيوفنا داخل الاستوديو، الاستاذ سامح علوش قارئ ومنشد ديني واستاذ المقامات، منورنا. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله في نعمه. الحمد لله. وكل عام وحضرتك بخير والمصريين كلهم بخير والامه كلها بخير. اللهم امين جميعا يا رب. والشيخ محمد زهران المبتهل الديني، واحد برضه من تلامذه الاستاذ سامح. اهلا بيك. الله يبارك لك يا استاذ. فانا سعيد والله بحضرتك جدا، والله فرحان ان انا شفتك النهارده، ومن خلال برنامج ده انا بهنئ المصريين والشعب المصري جميعا بحلول شهر رمضان الكريم، وربنا يرفع عنا يا رب الوباء والغلاء، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم امين يا رب، وينعاد على الجميع يا رب بالخير وباليمن وبالبركه. اللهم امين يا رب. اللهم. طب انا مش عاوز اخد وقت في الكلام علشان انا برغي كتير، وانا اللي يهمني ان انا اسمع اصوات حضراتكم علشان ودنا كده تتغسل باصواتكم الرائعه وبالكلمات الجميله بالانشاد والابتهال. طيب يشرفني ان انا ابدا بتلميذي النجيب الشيخ محمد زهران، هيبدا النهارده يناقشنا كده ببعض الايات القرانيه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لك فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الله 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 يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. أنا هستأذنكم هنطلع فاصل، نرجع بقى نكمل الكلام والسمع أكتر إن شاء الله. فاصل. يا رب يا رب
تائب أرجو رضاك، أرجو رضاك وأحتمي بحماك. يا سبحان من ذكره عز لذاكره، فهو الجليس له الله الله. سبحان من ذكره عز لذاكره، فهو الجليس له الله الله. إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا، وأنسنا أينما كنا في ذكراه. إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا، وأنسنا أينما كنا في ذكراه. سبحان من ذكره عز لذاكره، فهو الجليس له الله الله. مجالس الذكر روضة الجنان، فمن يمرر بها راتعا فالخلد مأواه. مجالس الذكر روضة الجنان، فمن يمرر بها راتعا فالخلد مأواه. سبحان من ذكره عز لذاكره، فهو الجليس له الله الله. نحن العبيد له في ذكره شرف لنا وفخر، وفخر العبد مولاه. نحن العبيد له في ذكره شرف لنا وفخر، وفخر العبد مولاه. سبحان من ذكره عز لذاكره، فهو الجليس له الله 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 الله. ولازم نطلع فاصل دلوقتي، نرجع بقى بعد الفاصل لازم نسمع ابتهال بصوت الشيخ محمد جمال. يعني سمعنا الأستاذ، نسمع بقى إيه مولانا الشيخ المبتهل محمد جمال. استنونا بعد الفاصل بعد إذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وشر يا رب. رمضان جاء فطابت الأيام، من
إني إلى الشهر الفضيل سلام رمضان جاء فطابت الأيام مني إلى الشهر الفضيل سلام وترى الجموع به يجملها التقى ويزين أهل الله فيه صيام وترى الجموع به يجملها التقى ويزين أهل الله فيه صيام فيه بيوت الله تأمر بالهدى فيه بيوت الله تأمر بالهدى والناس فيها سجد وقيام الله فيه بيوت الله تأمر بالهدى والناس فيها سجد وقيام فيه بيوت الله تأمر بالهدى والناس فيها سجد وقيام شهر سبا بالمؤمنين إلى العلا شهر سما بالمؤمنين إلى العلا واعتز من نفحاته الإسلام ثم الصلاة على النبي المصطفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى والآل والصحب الكرام سلام. أحسنت يا مولانا، أحسنت يا مولانا، ربنا يخليك يا رب. احنا عايزين نشكركم، ويمكن القعدة دي كانت سريعة بس احنا فعلا هنقعد تاني في رمضان، يبقى معنا بقى الفرقة بالكامل، تنورونا، نقعد نسمع أكتر من مقام ونسمع أصواتكم الرائعة، نورتوا وشرفتوا. كل الشكر ليك يا أستاذ سامح، الأستاذ سامح علوش قارئ والمنشد الديني وأستاذ المقامات، والشيخ محمد جمال زهران القارئ المبتهل، نورونا النهاردة، ربنا يفتح عليكم، أسعدتونا، ربنا يخليكم يا رب. وبإذن الله الجايات كتير، قولوا إن شاء الله. إحنا كده خلصنا، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقابلكم بكرة في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. كل سنة وانتم طيبين.